مفيد في الرياضيات قسم الرابع التقنية الاعتيادية للضرب الدرس رقم 9 لنفهم ونطبق. قال الوالد لبناته الثلاث: اليوم بعت في سوق تبانت 48 صندوق بطاطس بثمن 75 درهم للصندوق الواحد. أجابته إحداهن: سنريك ما نحن قادرات على فعله يا أبتي. فشعرا في حساب المبلغ المحصل عليه كل واحد بطريقته الخاصة. طريقة عائشة، نكمل طريقة عائشة وطريقة زينب وطريقة مريم. طريقة عائشة: عملية الضرب الاعتيادية 75 مضروبة في 48، 8 في 5 40 صفر نحتفظ ب 4، 8 في 7 60 54 60 هنايا نقطة، 4 في 5 20 صفر نحتفظ ب 2، 4 في 7 20 30، إذا تساوي 3600. طريقة زينب: 75 مضروبة في 4 زائد 8، إذا 75 مضروبة في 4 بين قوسين زائد 75 مضروبة في 8، إذا 75 في 4 تساوي 3000، و 75 في 8 تساوي 600، إذا 3600. طريقة مريم: 40 مضروبة في 70 تساوي 2800، 40 في 5 200، 8 في 70، 8 في 7 56 0، 8 في 5 40، إذا 240، 2800 وزائد 560، 2800 زائد 560، 06 13 4360، 4360، إذا زائد 240، 0 01 3 4 5 6، 4600. صفر 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 ستة ثمانية ثلاثة عشر ثلاثة واحد ثلاثة عفوا ثلاثة 3360 مش 4000، 3360 زنزولي هذه 240 صفر 10 صفر واحد 4 5 6 ثلاثة 3600، المجموع 3600، إذا هنايا 3360، 3360، 2800 زائد 560 3360، ونعم 140، إذا المجموع 3360، المجموع هنا 240، كنجمعو بعضياتهم كتعطينا 3360 زائد 240 كتعطينا 3600. إذا نكمل ما بدأت كل بنت محدد أسهل طريقة. إذا أسهل طريقة هي طريقة عائشة، طريقة عائشة بطبيعة الحال العملية الاعتيادية للضرب. ثاني الحصة الثانية: أحيط رقم وحدات الجداء دون وضع العملية. أحيط رقم وحدات الجداء 3 مضروبة في 146، إذن 3 في 18، إذن 8، 5 في 7 35، إذن 5، 9 في 3 27، إذن 7. نيميرو 2: جونكادر لو برودوي كونفونابل سان زيفكتوي لوبيراسيون. J'encadre le produit convenable. Il y a 75 مضروبة في 8. طبيعة الحال 8 في 7 كتعطيك 56، 560 زائد إذا هي 400، هي 600 عفوا 600، 520، 210 زائد 42، 210 زائد 42 252. أضع وأنجز: 709 مضروبة في 8، 709 مضروبة في 8، إذن 8 في 9 72، نكتب 2 ونحتفظ ب 7، 8 في 0 0 7، 8 في 7 56، 5672، 87 مضروبة في 65، 5 في 7 35، نكتب 5 ونحتفظ ب 3، 5 في 8 40 و3 43، هنا نقطة، 6 في 7 42، نكتب 2 نحتفظ ب 4، 6 في 8 48 و4 52، إذا 5 5 6 5 5655. العملة الأخيرة 475 مضروبة في 24، 4 في 25 0 نحتفظ ب 2،
أربعة في سبعة ثمانية اثنين وعشرون ثلاثون نحتفظ بثلاثة. أربعة في أربعة ستة عشر ثلاثة تسعة عشر نقطة. اثنين في خمسة عشر صفر نحتفظ بواحد. اثنين في سبعة أربعة عشر واحد خمسة عشر نحتفظ بواحد. اثنين في أربعة ثمانية واحد تسعة. إذا صفر صفر تسعة أربعة عشر نحتفظ بواحد عشرة إحدى عشر. إذا تساوي إحدى عشر ألف وأربعمائة.